المخيم بلبنان بقى، ما بقى يسكت على هذا الموضوع ابدا. هذا الموضوع بعد يسكت عليه. ما لازم يضل مخيم بلبنان بقى. كل السوريين لازم ترحل من لبنان. هو اللي قتل الشاب. هذا المخيم ها؟ هذا المخيم. شوفوا كيف عم يحترق. شوفوا كيف عم يحترق كلياته. هذا المخيم كله احترق الحمد لله. المخيم هو المسؤول عن الموضوع قتل الشاب. هذا المخيم ها؟ هذا المخيم كله عم يحترق. هو المسؤول عن قتل الشاب. شوفوا ها؟ وهذا المخيم احترق كله.